الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يعود مجددا للحديث عن المنطقة الآمنة والعمل على إنشائها في شمال سوريا. وتوقع الرئيس التركي أن هذه المنطقة قد تتسع لأكثر من مليون لاجئ في بلاد الجوار دون أن يبين الكيفية التي تعمل عليها تركيا لإقامة هذه المنطقة. وترى تركيا في وجود حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يشكل العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية مشكلة تواجه إقامة المنطقة الآمنة بسبب الأعمال العسكرية التي تجري في الشمال السوري بين القوات التركية المتمركزة في ريف إدلب وحما وحلب وقوات قسد حيث شنت هذه القوات هجمات على نقاط تمركز القوات التركية وقتلت بعض الجنود الأتراك هناك من جهتها قالت قوات سوريا الديمقراطيه في اكثر من مناسبه انها ستقاتل قوات التركية في حال شنت الاخيره هجمات عليها في شمال وشرق سوريا، ويرى كثير من المتابعين للشان السوري ان اقامه المنطقه الامنه تتطلب توافقا بين تركيا وامريكا وروسيا لضمان سلامه من يقطنها.